حياة الرهبنة واختلافها عن حياة العالم. بالنسبة للعالم يكثر الكلام، وبالنسبة للرهبنة ينبغي قلة الكلام. في مرض اسمه مرض الكلام. في مرض اسمه ايه؟ مرض الكلام. ياريت نعرف اسباب هذا المرض وعلاجه ومشاكله. الرهبنة لا يناسبها اطلاقا الكلام الكتير، وخصوصا الكلام الهدام الذي يجلس به إنسان إلى زميله فيهدمه تماما. يعني يهدمه، يعني يدخل له أفكار ما كانتش موجودة، يدخل له أخبار ما كانتش معروفة، يدخل له شكوك من الصعب أنها تخرج منه، يدخل في ذهنه نوع من التذمر، نوع من الاحتجاج، نوع من الثورة الداخلية، ويبقيه كما هو في تعبه دون أن يخرجه منه. الرهبنة لا يناسبها الكلام الذي هو ضياع للوقت. الوقت الذي تستغله في الكلام كان يمكن أن تستغله في شيء مفيد تبني به نفسك أو تبني به الآخرين، لكن الوقت ضايع في الكلام، ده مرض. أهل العالم حياتهم يكثر فيها الكلام. وإن جلست إلى شخص ولم تتكلم يلومك، يقول لك إيه ما بتتكلمش ليه، زعلان؟ إحنا الجنازة تكلمش. لكن في الرهبنة الكلام إذا لم يكن بناء فإنه يهدم، إن لم يهدم النفسية يهدم الوقت. الناس الرهبان اللي بنوا حياتهم الرهبانية في مدة بسيطة زي ماكسيموس ودوماديوس، سنوات قليلة وصلوا للقمة وبقت صلواتهم كألسنة لهيب طلع للسماء. واحد منهم كانت لحيته لم تنبت بعد، يعني كان لسه عيال. ميصائيل السائح اللي بقى سائح وعمره حوالي 17 سنة، ده كان عنده وقت للكلام ده. حياة جادة في العمل الروحي الدائم، حياة جادة في العمل الروحي الدائم لم تعطي فرصة للكلام ولا للصلة بالآخرين ولا للدالة مع الآخرين. رجل مشغول بخلص نفسه، مش فاضي يتكلم، مش فاضي يضيع وقته. القديس ماري مينا اللي نال الاستشهاد وعمره 23 سنة، ده امتى ده اترهب، وامتى صار من قادة الرهبنة، وامتى اخذ موهبة الشفاء، وامتى ملأ الدنيا من المعجزات، وامتى استشهد؟ في المدة البسيطة دي عمل جاد دائم، مش فاضي للكلام، مش فاضي يضيع وقته مع الآخرين، لا في هدم ولا في بناء.
يعني لا في هدم ولا في بناء. يعني مثلا واحد زي القديس أرسنوس ده لو تكلم مع الآخرين كان يبنيهم بكلامه، لو تكلم مع الآخرين كان يبنيهم بكلامه. شخص كان بيجيله البابا تأوفيلوس يطلب منه كلمة منفعة، يبقى ده ما يقدرش يبني الآخرين. شخص كان يشتهي القديسون إنهم يجلسوا معاه، ده مرة أبو معار الإسكندراني قال له لماذا تفر منا يا أبتاه، بيقول لأرسنوس لماذا تفر منا يا أبتاه، قال له يعلم الله إني أحبكم جميعا لكن مش قادر أتكلم مع الله ومع الناس في نفس الوقت. ده واحد بيدور على خلاص نفسه، واحد بيدور على خلاص نفسه، مش إنسان يقعد مع واحد كل واحد فيهم يهدم التاني وكل واحد يجذب التاني إلى أسفل وكل واحد يملى التاني كلام يضيعه ولو فكر فيه يسجسه. لماذا هذا الإتلاف؟ مرض اسمه مرض الكلام، مرض اسمه مرض الكلام. يقول الشيخ الروحاني ان الشخص كثير الكلام يدل على انه فارغ من الداخل، من جوه فاضي. يعني من جوه فاضي؟ يعني من جوه ما فيش صلاة، ما فيش تأمل، ما فيش عمل روحي، ما فيش انشغال بالله، ما فيش تبكيت للنفس. عشان كده لسانه فاضي بيتكلم، بيتكلم. الشخص الذي يتكلم كثيرا معناها انه مش شاعر بقيمة وقته ومش لاقي حاجة مفيدة ينشغل بيها اهم من الكلام. لان زي ما قلت لكم ان في مرض اسمه مرض الكلام يضيع العمل الروحي للانسان، يوقف صلاته، يوقف صلته بالله، بل حتى يوقف نموه الفكري. الشخص اللي يعرف قيمة وقته يبني نفسه، يقرأ، يمتلئ من أقوال الآباء، يمتلئ من المعرفة، يمتلئ من سير القديسين، يمتلئ من كتب السيرة الروحانية، يقرأ في الكتاب، يحفظ آيات. تلاقيه عبارة عن كنز من المعلومات من كثرة القراءة، كنز من المعلومات. أوريجانوس قيل عنه انه كان يستأجر المكتبات ويبات فيه عشان يقرأ. القديس أثناسيوس ألف كتابين وهو شاب لسه ما وصلش لعشرين سنة، كتاب الرسالة إلى الوثنيين وكتاب تجسد الكلمة، من أعظم الكتب ولسه ما وصلش عشرين سنة عمر. كان بيحاجج في مجمع نيقيا وهو شاب صغير شماس. ليه؟ لأنه مملوء من المعرفة، وقته له قيمة، كل دقيقة يستفيد منها. يقول لك أقعد مع فلان أدردش معاه بالساعة، للساعة دي أكون قريت فيها كتاب. الساعة دي
أكون قريت فيها كتاب. الساعة دي أكون قريت فيها مخطوطة. الساعة دي أكون اتمليت فيها، اتمليت أعدم لنفسي. لكن اللي بيتكلم بيفرغ 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 وما بيمتليش، وغالبية اللي بيفرغوا ما بيفرغوش حاجة عدلة. ساعات إنسان تكون همومه أو مشاكله فوق احتماله، فيصب همومه ومشاكله في ودن واحد تاني، والواحد التاني يمكن يكون بريء ولا عارف هموم ولا عارف مشاكل، وطبعا بيسمع الأمور من جانب واحد وكلام كلام 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 كلام. وتسأل كل واحد من الاثنين استفدت ايه ولا شيء، انضريت ايه كتير كتير. صدقوني الشيء اللي بيسمعه الانسان في دقيقة جايز يقضي ايام او شهور او سنوات على بال ما ينساه، وجايز ما يعرفش ينساه. لكن كلام، مرض الكلام. حكيم ذلك القديس الذي قبل ان يدخل خليته قعد ينفض ودانه يلف حوالين القلاية كذا مرة، يقول كنت قاعد مع ناس وسمعت مناقشة وصوت المناقشة ما يزال في اذني، فقلت افضيه قبل ما تخش المناقشة معايا جوه القلاية، قبل ما تخش المناقشة معايا جوه القلاية. ما اجمل قول الانباؤور لتلميذه، انظر يا ابني لا تدخل هذه القلاية كلمة غريبة، لا تدخل هذه القلاية كلمة غريبة. يعني ايه كلمة غريبة؟ يعني كلمة غريبة عن السيرة الرهبانية، يعني كلمة غريبة عن الفائدة الروحية، يعني كلمة لا تبني. عشان كده قلنا في فرق كبير بين حياة الرهبان وحياة أهل العالم. يعني أهل العالم الشخص يعتبر من الأشخاص الكويسين الاجتماعيين اللي يكون لبق في الكلام ولبق في الحديث، وزي ما بيقولوا يدير دفة الحديث ويخرج من موضوع لموضوع ومن موضوع لموضوع ويشبع سامعيه كلاما، يشبع سامعيه كلاما. لكن الرهبنة مش كده، اللي يشبع سامعيه كلاما ده بيضيع وقته، إلا لو كانوا يتأملوا في كلام الله بالطريقة التي تبني النفس، زي أبو مقار لما قعد مع أولاده وكلمهم وبكوا جميعا، وبكى هو أيضا حتى ابتلت لحيته. لكن مرض الكلام، حب الحكايات، حب الحكايات، سرد الأخبار. أهل العالم الحكايات بالنسبة لهم كويس، والأخبار بالنسبة لهم كويس، ده بيشتروا الجرايد علشان يقروا الأخبار، وبيفتحوا الراديو والتلفزيون علشان الأخبار. لكن الدير ما ينفعوش الأخبار، أخبار تتابع أو مش شغلانته. مش بس أخبار العالم، ولا حتى أخبار المجتمع الكنسي، ولا حتى أخبار الدير،
الراهب إنسان في حاله، ماله بالأخبار؟ واحد صلوا عليه صلاة أموات، ده ماله بالأخبار؟ ده إنسان قاعد في حاله يلاقي واحد طب عليه مدركش ويحكيله، ويريت يحكيله الأخبار المزبوطة، ده يحكيله ما يريده أن يعرفه من الأخبار. طب يا عم ما تسيبني في حالي يا حبيب، والأخبار بتجيب أفكار، والأفكار تطير الصلاة وتطير التأمل وتطير الوقت، حتى أحيانا تزعج المحبة نحو الآخرين. شوفوا أيوب قال إيه لأصحابه، قال لهم ليتكم تصمتون صمتا فيكون صمتكم لكم حكمة. أحد يقول لي ما احنا حافظينها دي، أقول له مش مهم حافظينها، المهم تعمل بيها، المهم تعمل بيها. حواء كانت حافظة، حافظة بس ده حافظة بدقة، قالت لها الحية وقالت لها أحق قال الله لا تأكل من الشجرة، قال لها ربنا قال من ثمر جميع شجر الجنة تأكلان، وأما من ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فلا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموت. يعني ده آخر ذكر، مش قالت لها بس ما قالش ما تاكلش، ده ألا تاكل ولا تمس. وفي نفس القعدة مست وكلت وكله هو كلت غيرها، وحفظ الآيات ده سهل، المهم العمل بيه. في واحد يحفظ الآيات عشان يطبقها على غيره، مش يحفظها عشان يطبقها على نفسه. هنا وأريد أن أسألكم سؤالا صريحا واضحا وأكرره مرة أخرى، هل كل قعدة بتقعدها مع زميل ليك في الدير بتبنيك روحيا؟ نكررها تاني، هل كل قعدة بتقعدها مع زميل ليك في الدير بتبنيك روحيا؟ إن ما كانتش بتبنيك روحيا بلاش منها. انت غاوي يعني؟ غاوي؟ انا فاكر في بدء حياتي الرهبانية كانت التجربة دي بتجيني بصورة اخرى. مرة كنت قافل في قليتي، قافل يعني حابس على نفسي، مخرجش غير اخر الاسبوع اصلا، وراجل بعيد عن الاخبار وعن الافكار، وفي نفس الوقت كنت ماسك عملي في الدير، لان عملي في الدير كنت ماسك المطبعة، فكنت بحضر شغل المطبعة وانا قافل. وبعدين الاقي واحد خبط علي، مش قادر يقعد معايا ومش قادر يتكلم معايا لان انا راجل حابس، فيقول لي يا ابونا انطونس في موضوع عايزينك تصلي من اجله علشان ابونا فلان حكايته كذا وكذا وكذا، ويا ريتك تذكره في صلاتك وباسم الصلاه. الواحد عارف اخبار دي، ده لو اربعه خمسه من النوع ده يطلبوا الصلاه يبقى الواحد عايش في عمق الدير بقى ولا حبسه ولا حاجه.
ده حتى لو ما حكاش الحكاية وقال صلي من أجل فلان، ده الواحد يقعد أفكاره تلعب بيه، ليه يا ترى فلان جرى له إيه عشان أصلي؟ أصلي أقول إيه يا رب؟ في ضيقة إيه جرى له إيه؟ ده فوت عليه في الليل يشوف ضيقته إيه؟ أفكار. وأنت فاكرك لما الشيطان يحب يضيع وقتك هيقول لك زي أهل العالم يلا بينا نروح السينما؟ لا أبدا، ده يضيع وقتك بطرق لطيفة جدا، بقعدة رهبانية مع أحد القديسين اللي ماتوا عن العالم تضيع لك الليلة كلها، قعدة روحية مع أحد القديسين اللي ماتوا عن العالم تضيع لك الليلة كلها. ولو بعد القعده دي تقف تقول مزاميرك تلاقي مزاميرك سرحت في الكلام اللي كان بيقوله لك صاحبك، انت مزاميرك راحت فين؟ خلاص بقى مزامير تشتتت ودخلت جوه الاخبار ودخلت جوه الافكار، وفلان عمل وفلان سوى وهيجرى وما يجراش وحصل وما حصلش، وخلاص راحت مزاميرك. ولو الاخ ده صادقك واصبح كل ليلة يفوت عليك يبقى الحمد لله بقى، يبقى الله يعوض عليك. ده على رأي مار اسحاق، قال لو فات عليك اخ من الاخوة دول بكل اتضاع اضرب له مطانية وقول له لا مؤاخذة اصل انا ما كملتش مزاميري ومتأخر عليا مزامير، يلا بينا نصلي سوا، وخش معاه تقول قانونك معاه. هو طبعا مش جاي يصلي مزامير، يعني لما تجيب سيرة المزامير هيسيبك ويمشي. تقول لي خدشت شعوره والرهبانة ما فيهاش خدش شعور؟ لا تعيش وتخدش. يعني اذا كان الخدش من هذا النوع فقط يبقى كويس مفيد ليك وليه، على الأقل يفكره هو الآخر بالمزامير ويخليك تأدي قانونك وانت ما قلتش حاجة، انت بتقول له انا اخطيت مش مكمل مزاميري فعايز اكملها مع قداستك. الكلام الكلام الكلام. عشان كده ابو مقار الكبير الاخوة هم خارجين من الكنيسة قال لهم فروا يا اخوة فروا، قال لهم فر فين يا ابانا واحنا سيبنا العالم، حط ايده على فمه كده وقال لهم من هذا فروا من هذا فروا. كلام اهل العالم يقولوا فلان ده كلامه ممتع، وفي الرهبان يقول فلان ده صمت ومعزي، في العالم يقول فلان نتعلم من كلامه، وفي الرهبان يقول فلان نتعلم من صمته. عشان كده قلت لكم ان فضائل في اهل العالم غير فضائل الرهبان. لا يمنع احيانا من الكلمة اللطيفة، الكلمة المعزية، الكلمة المملوءة بركة، الكلمة المملوءة معرفة، الكلمة المملوءة روحانية، لكن الكلام اللي تهدم به صاحبك يطالبك الله بنفسه في اليوم الأخير. ولا الكلمة دي صعبة بلاش نقولها؟ الانسان اللي تهدم روحياته بكلامك ربنا هيطالبك بنفسه في اليوم الاخير. يقول لك فلان قضى كذا شهر يجمع الى مخازنه حنطة وانت حرقتها له في لحظة طيش. مرض الكلام
مرض الكلام أحد الأمراض الخطيرة التي يحتاج الراهب بالنسبة إليها إلى أسباب وقاية وأسباب علاج. أسباب وقاية وأسباب علاج. أسباب وقاية إنك إما أن تحيا وحدك أو تتخير أصدقائك الذين تشعر إنك ما بتنضرش منهم روحيا. دي أسباب وقاية. واحد يقعد في حاله أو يرد الردود التقفيلية. عارفين يعني إيه الردود التقفيلية؟ يعني واحد يفتح معاه موضوع فهو يرد ردود يقفل بها الموضوع. يقول له ربنا يعمل ما فيه الخير، ربنا يستر، ربنا يدبر الأمور، ما فيش غير كلام من نوعنا. أم زي ما قال البستان، قال لك وإذ لم يجد الأخ دالة عند الشيخ انصرف، خد بعضه وخرج. ملقاش دالة، يعني واحد ما بيفتحلوش. واحد يقول له مش حصل كذا وكذا، يقول له ايه تاني وبعدين، ده بيفتح له. ويقول له الاخ الفلاني عمل كذا، يقول له ده انت فكرتني بحاجة تاني عملها. ويرابعوا بعض في سيرة الاخ. اما اللي يرد ردود تأفيلية، تعا ربنا يدبر، ربنا يعمل ما فيه الخير، ان شاء الله الموضوع ده ينتهي بخير، الحمد لله، نشكر ربنا وبس، او يسكت. التاني يقول له مش واخد بالك، يقول له واخد بالي. لو قدر يسرح قدرش يسرح به من بره، يسرح من جوه. يقول واخد بالي، لو قدر يسرح لموضوع تاني قدر، ما قدرش يسرح ياخد باله هو سكت. وما قدرش يسرح به من بره، يسرح من جوه. ما قدرش يسرح به من بره، يعني يحود الموضوع على حتة تاني. يبقى أثناء ما الأخ بيتكلم هو من جوه سرحان في موضوع تاني، زي بتاع القصص للجمال ده، بس مش بالاسلوب بتاعه. يفكر في اي حاجة تانية علشان الكلام ما ياخدش عمق عنده. او يقول له ده انت فكرتني بكذا، ويسرح بقصة ومن القصة وقصة لغاية لما يلاقي نفسه في حتة تانية. دي علاج. أرجو بالنسبة للرهبان أن يقدس الله آذانهم ويقدس ألسنتهم. الناحيتين دول، يقدس الله آذانهم ويقدس الله ألسنتهم. ويمكن أن يحدث هذا إن كان الله يقدس قلوبهم ومشاعرهم ويذكرهم باستمرار بالهدف الذي خرجوا لأجله يوم رهبنتهم. في حاجات في العالم يسموها الأخبار، وفي الرهبنة يسموها السجس. تلاقوا الكلمة دي موجودة كتير في البستان وفي كتب الرهبانية. يسموها سجس المجمع. يسموها ايه؟ سجس المجمع. في الحقيقة حاولت ان انا اشوف لها ترجمة اخرى، ما عرفتش. ياريت انتوا لو عرفتوا ان ترجمة عليكم ما تشغلوش نفسكم في ترجمة، هي كده كويسة. سجس المجمع
اللي هي الأخبار والأفكار والدردشة والحاجات اللي من النوع ده كلها دي يسموها سلس المدن. يعني لما ناس بيجوا يأكلوا خبز من خبز الرهبان أو يأكلوا طبيخ من طبيخ الرهبان أو يأكلوا محصول زراعي من محصولات الرهبان أو يأخذوا عمل يدوي من أعمال الرهبان، طبعا من ضمن الأشياء التي يتباركون بها إن هذه الأشياء كلها اتعملت بالصلاة. اتعملت إيه؟ بالصلاة. يعني اللي كان بيخبز كان بيخبز هو بيصلي، واللي كان بيطبخ كان بيطبخ هو بيصلي، واللي بيزرع كان بيزرع هو بيصلي، واللي بيعمل اي عمل من اعمال الدير بيعمله هو بيصلي. طبعا نحب ان يكونوا عند حسن ظنهم، يعني احنا ما بنعرفش جايز بيصلوا ويسبحوا ويرتلوا ويقروا قراءات مقدسة وبتكون اوقات مقدسة. اسأل نفسك، هل كل عمل انا بعمله بيكون فكري منشغل برضو كده، ولا كلام وكلام 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 ويبقى خبز بالكلام وطبيخ بالكلام وزراعة بالكلام وكله بالكلام بالكلام بالكلام، ومين عارف كلام يطلع من نوعه ايه؟ لو الناس عارفوا كده بيرضوش ياكلوا حاجة من دي. يا ريتنا ما ننساش نفسنا، يا ريتنا ما ننساش نفسنا. أهل العالم يقولوا يا سلام على فلان ده تحفة، إنسان عجيب عجيب عجيب، تقعد معاه بالساعتين بالثلاثة بالأربعة ما تحسش بالوقت، الوقت يروح كأنه لحظة. في الرهبانة تقول ساعتين ثلاثة أربعة يروحوا كأنهم لحظة، تبقى كارثة رهبانية إن ساعتين ثلاثة أربعة يروحوا كأنهم لحظة. وفلان ده يقدر يضيع لك الساعتين ثلاثة كده في كلام ممتع؟ ممتع ده ايه؟ عشان كده قلت لكم ان الرهبنة غير اهل العالم، مقاييس الرهبنة غير مقاييس اهل العالم. احنا عايزين نلتفت للوقت بتاعنا، ازاي نستغله استغلال مظبوط، ازاي نبني به نفسنا او نبني به الاخرين او نخدم به خدمة نافعة صالحة للدير، وفي نفس الوقت لا نضيع روحياتنا. الرهبنة غير العالم، الرهبنة غير العالم. امال يعني ايه الانسان يصلوا عليه صلاة اموات؟ في ناس بيفتكروا ان صلاة الاموات دي بيصلوها بس على الجلبية البيضة فتتغير بجلبية سودة وتبقى ماتت الجلبية البيضة. لا يا حبيبي، صلاة الاموات دي بيصلوها على شخصيتك القديمة كلها ما عدا الروحيات التي فيها، فتلاقي نفسك بقيت النوع تاني. افكارك غير افكار العالم، زمان الواحد قبل الرهبنة كان بيخدم، خادم طول وقته جاري في الخدمة. اول ما دخل الرهبنة لا خدمته بتاع ايه؟ طب وعشرات الناس الذين كانوا ينتفعون منك؟ لا، ده انا اللي جاي ينتفع دلوقتي من الناس مش الناس ينتفعوا مني. ويبقى الشخص كان في كان قبل الرهبنة معلم، دخل الرهبنة تحول الى تلميذ عايز يستفيد، عايز يلقط حاجة نافعة
لخلاص نفسه. لكن انسان يخش الرهبان عايز يعلم، يعلم الكل ويوزع حكمته على اللي رايح واللي جاي ومعلوماته، وده ينتفع من ذكائه، وده ينتفع من معرفته، وده ينتفع من حكمته، وده ينتفع من خبرته، وده ينتفع من ماضيه، وده ينتفع من حاضره، وده ينتفع من كلامه، وده ينتفع من صمته. لا 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 لا، حاجات دي ما تنفعش ابدا. ده انت في قبل الرهبنه تكون خادم من الخدام المشهورين، تخش الرهبنه تقول انا ابتديت حياه التلمذه، انا عايز اتتلمذ على الكل واستفيد من كل انسان، زي ما القديسين كانوا بيتتلمذوا. ده القديس الانبا انطونيوس، امراه لم تستحي ان تتعرى امام انسان استفاد منه، قالت كلمه قال لها ده صوت الله، استفاد منه. ابو معار الكبير استفاد من ولد راعي بقر. موسى الاسود استفاد من زكريا الصبي الصغير. كل واحد عايز يستفيد، يخش يستفيد، يريد ان يسمع كلمة منفعة، عايز يستفيد يسمع كلمة منفعة، مش عايز يوزع معلوماته. تيجي الرهبنة تنسى ان كانت ليك معلومات. صدقوني صدقوني، حتى المعلومات الروحية التي كانت قبل الرهبنة، الواحد لما دخل الرهبنة وجد انها اخذت مفهوما اخر غير المفهوم الاولاني، مفهوم اخر من مبادئ الرهبنة وروحيات الرهبنة واقوال الاباء وعمقهم. هنا واسأل سؤالا صريحا، كل واحد يقعد بينه وبين نفسه ويقول الآتي: كم سنة قضيتها في الدير؟ كيف جاهدت من أجل نموي الروحي في هذه الفترة؟ ما مظاهر هذا النمو؟ مظاهره في المعرفة، مظاهره في السلوك، مظاهره في تغيير الحياة إلى أفضل، مظاهره في اكتساب الفضائل الرهبانية. بلاش الأسئلة الكتيرة دي يمكن تعقدكم، نقول سؤال واحد بس بسيط يعني صغير يعني يتحفظ بسرعة. يقال ان الرهبان ملائكة ارضيون، فما الدرجات التي وصلت اليها لكي تصير ملاكا ارضيا؟ في سؤال صغير، ما الخطوات التي وصلت اليها في طريق ان تصير ملاكا ارضيا؟ بينك وبين الملاك قد ايه؟ بينك وبين الملك قد ايه؟ بلاش. هل تخلصت من اخطائك التي كانت لك في العالم، ام انت كما انت، ام دخلت في اخطاء جديدة لم تكن عندك؟ انت فين دلوقتي؟ انت فين؟ ميسائيل السائح في 3-4 سنين بقى سائح، وانت كم سنة مرت عليك
وبقيت سائح ولا حتى راهب ولا ملاك ولا ايه اللي وصلت له يعني؟ بقيت ايه في المدة دي؟ ام انت محتاج ان تبدأ من جديد؟ احنا بنحتفل برهبانة اتنين جداد النهاردة، يا ريت كل واحد فينا يقول العبارة دي، يقول يا ريتني اترهب زيه، ولا صعب عليك العبارة دي؟ مش يقول انا اترهبنت وبقيت شيخ، يقول يا ريتني اترهب. اوعى تفتكروا عبارة يا ريتني اترهب دي انا بقولها من عندي. القديس مكاريوس الكبير حينما رأى اثنين من السواح في البرية الجوانية رجع يقول لتلاميذه: انني لست راهبا ولكنني رأيت رهبانا. انا مش عارف خالص. انني لست راهبا ولكنني رأيت رهبانا. ومثل هذا الشعور كان عند القديس الأنبا أنطونيوس لما رأى القديس الأنبا بولا. هنا وتسأل نفسك عن النمو الروحي الذي أخذته منذ دخلت الرهبنة. النمو الروحي الذي أخذته منذ دخلت هذه الملابس السوداء. يمكن دخلت الرهبنة دي كلمة كبيرة شوي. كلمة صعبة اللي قالها الشيخ الروحاني لما قال: إلى متى تعزي نفسك بلبس السواد يا أخي؟ إلى متى تعزي نفسك بلبس السواد يا أخي؟ يعني أول ما لبست الجلابية السوداء افتكرت إنك أنت يعني بقيت راهب. الرهبنة دي عملية جوانية. عملية جوانية داخل القلب. داخل الحياة. في أعماق الإنسان بتشتغل من جوه. مش طقس خارجي أبدا. وبعدين أقول لكم حاجة تاني. تقرأ في الدرجة تلاقي 30 درجة من درجات الرهبنة. من الدرجات الروحانية. اقراهم وشوف صعدت منهم كم درجة. الموت عن العالم اكملته. التجرد اكملته. وبعدين احنا لسه في الاول. هل استطعت أن تكمل الفضائل الرهبانية من نسك وزهد وتجرد وموت عن العالم وطاعة وباقي الفضائل اللي بتقروا عنها في البستان في أقوال الآباء، ولا لسه في بداءة الطريق؟ الرهبنة تحتاج إلى أن يكون الإنسان صريحا جدا مع نفسه. صريحا جدا مع نفسه.
لا يبرر ذاته مطلقا ولا يلتمس لنفسه الأعذار، إنما يكشف نفسه على الآخر أمام نفسه ويقوله بعدين وصلنا لحد فين وهنوصل لحد فين. هكذا كان يفعل القديس الأنبشيشوي، وهكذا كان يفعل القديس الأنبا أرساني باستمرار. الواحد يحاسب نفسه ويقول عملت ايه في الرهبنة واخدت ايه من الرهبنة وفضل لي ايه. اوعى تكون سرقاك السكينة، اوعى تكون سرقاك السكينة يوم يسلمك ليوم وليل يسلمك لليل، والسنوات قاعدة تمر ورا بعضيها وانت بتلف معاها وما خدتش حاجة من رهبنة وما خدتش حاجة من رهبنة. واللي يشوفك من اللي كانوا بيشوفوك في العالم يلاقوا نفس الشخص، نفس الشخص، ربما نفس نظراته وربما نفس لهجته ونفس تكشيفته ونفس زعله ونفس حساسيته ونفس اخده على ياخد على خاطره ونفس مهاجمته. هو امال مين اللي مات؟ محدش مات ولا حاجة، هي بس صلاة تطفية كنا بنقولها لاجل التعزية يعني عشان يشعر بانه مات بصحيح. صدقوني الحاجات دي ما توصلش، الحاجات دي ما توصلش ابدا يا اخوتي. ليست الرهبنة اسما جديدا نأخذه، ليست الرهبنة اسما جديدا نأخذه، وليست ملابس متغيرة نلبسها، ليست مجرد قلنسوة ومنطقة، وليست شكلا جديدا، إنما الرهبنة هي حياة، حياة حتى بالنسبة للذين لم يأخذوا لا شكلا ولا اسما ولا لبسا. تقول لي مين اللي ما خدوش لا شكل ولا اسم ولا لبس؟ اقول لك واحد زي الانبا بولا ده، ايه اللي خده ده يعني؟ مين صلى عليه صلاة رهبان؟ ومين لبسه قلنسوة ولا منطقة؟ وحتى ملابس سودة ما كانش بيلبس ملابس سودة ابدا، ده كان بيلبس ليف ولا زعف نخل ولا اي حاجة من النوع ده. ولكنه كان اعمق من جميع الرهبان وصغرت امامه نفس اب جميع الرهبان الانبا انطونيوس، لقى نفسه مش حاجة لما شاف الانبا بولا، وكان بيقول للانبا انطونيوس يا ابني، والانبا انطونيوس بيقول له يا ابي. هي حكاية لبس؟ لا مش لبس ولا شكل ولا شكل، إنما هي حياة. الموت عن العالم يبدأ في القلب من الداخل. صلاة الأموات الأولى التي تقال عليك صلاة تصليها إرادتك على شهوات العالم التي في قلبك، تصلي عليها صلاة موت. تموت في الداخل عن العالم وكل ما فيه، وتزهد في كل شيء، وتموت عن شخصيتك القديمة، وتأخذ اسما جديدا من الله نفسه يباركك ويعطيك حياة أخرى، ويشعر بها رهبان الدير
فيصدقون عليها رسميا. الرهبان مش هما اللي بيموتوك عن العالم، ده موتك عن العالم ده حاجة جوه قلبك. افرض هما صلوا عليك 100 صلاة موتة وانت ما متش من جوه، يبقى هنضحك على بعض، حصلش حاجة. عملية داخلية من جوه، عملية داخلية من جوه. والراهب عبارة عن إنسان بركة للمكان الذي يحل فيه. نشعر إن رسامة فلان كانت بركة للدير. ونشعر إن يوم رهبنته كان عيدا للدير. ونشعر أن وجوده بيننا هو وجود قدوة ووجود مثالية ووجود قيم روحية تتجسد فيه ووجود أنموذج يوضع أمامنا في حياة الفضيل ووجود إنسان له صلة بالله. أحيانا نقصده كلما نرجو أن يستخدم هذه الصلة. لكن مش الرهبنة مجرد ملابس أو طقوس. يريد كل واحد يراجع نفسه، يقول أنا اترهبنت بالحقيقة ولا لا؟ يسأل نفسه السؤال ده، أنا اترهبنت بالحقيقة ولا لا؟ اترهبنت من جوه ولا بس الرهبنة البرانية؟ اترهبنت عمليا ولا بس طقسيا؟ اترهبنت كحياة ولا مجرد اسم وملابس؟ ايه اللي حصل لي بالظبط؟ هل انا في حياتي داخل الدير اعالج جميع الامور التي تحدث لي باسلوب رهباني ام باسلوب زي اهل العالم بالظبط وزي شخصيتي القديمه بالظبط؟ ايه اللي حصل معايا؟ ايه اللي حصل معايا؟ خلينا صرحاء مع انفسنا، لان الصراحة هي التي تنفع وتعطي الانسان فرصة ان يراجع مسلكه ويصحح مسيرته ان كانت تحتاج الى تصحيح. الرهبنة ليست مجرد تغيير حياة، إنما هي أيضا نمو في هذا التغيير حتى يصل الإنسان إلى الكمال الرهباني. البعض يسميها حياة الكمال. إن كانت الرهبنة هي حياة صلاة، فهل أنت تنمو في حياة الصلاة؟ إن كانت الرهبنة هي حياة سكون وهدوء، فهل أدركت السكون والهدوء؟ وهل أنت تنمو فيهما باستمرار؟ إن كانت الرهبنة هي حياة نقاوة وقداسة، فهل بدأت طريق النقاوة والقداسة وهل تنمو فيهما أم لم تدخل في حياة التوبة بعد؟ إن كانت الرهبنة
هي حياة زهد ونسك، زهد في كل شيء، كل العالم وما فيه كأنه نفاية. فهل دخلت في حياة الزهد وفي حياة النسك وفي عدم القنية وعدم محبتها وفي حرب مع الرغبات ايا كانت، ولا لسه؟ ما تضحكش على روحك، خليك صريح مع نفسك. ممكن ان تدافع عن نفسك امام اي انسان، ولكن ما تقدرش تدافع عن نفسك امام نفسك. لا يعرف الانسان الا روح الانسان الساكن فيه. انت عارف نفسك كويس قوي. تقدر تعطي صورة مغايرة للآخرين، لكن ما تقدرش تعطي صورة مغايرة لنفسك إلا لو كان واحد بيخدع نفسه، ودي حاجة ما ننتظرهاش. خلاصة الكلام: ليتنا نجلس مع أنفسنا جلسة صريحة لكي نقيم حياتنا الرهبانية بدقة، ولكي نصحح أي سلوك رهباني لنا يحتاج إلى تصحيح. وليكن الرب حاضرا في هذه الجلسة، أو فلتكن أمامه وهو فاحص القلوب والكلى، يعرف ما في أعماقنا ويساعدنا بنعمته أن نسلك كما ينبغي. له المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.